سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليقات الزوينين اللي كتخليو ليا. كنرحب ديما وفي كل أول فيديو بالناس الجداد اللي عاد غيلتحقوا بالقناة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وضروري من تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. كنشكركم بزاف كما قلت لكم على الدعم ديالكم، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش ان شاء الله تكبر القناه. اليوم غادي نشارك معكم مشتريات زوينين ديال الدار، بساطين وزوينين، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نشاركها معكم البنات هي هذا الجفاف. هذا حاشاكم اللي كنت فتحت اللايف وقلت بزاف البنات الا كنتو مهتمين وبغيتو تشريوه سيروا ليدل، راه كانوا منزلينه الاسبوع اللي فات. خديتوه البنات زويون صراحه، وبزاف البنات خداوه وصيفطوا ليا في التعليقات قالوا لي شكرا نزهه زوين. صراحه هو ما غاليش، يعني يستاهل هذيك 12 اورو، مع انه بزاف البنات خداوه في بلايص اخرى غالي شويه ب 18 اورو. زويون البنات صراحه بحال هكا، غير هو ماشي ديال داك الدشاف ديال كل نهار، غير بحال هكا تشيفه خفيفه مي تكون الدنيا نقيه. زويون كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالو، كما قلت لكم خديته انا ب 12 اورو، وراه تقدروا بالنسبه للبنات اللي باغينو راه تقدروا مازال تلقاوه منزلينو في ليدل، لان ملي كتبقى ليهم السلعه بحال هكا راه كيخليوها حتى الاسبوع اللي موراه، كتبقى حتى جوج سيمانات ثلاثه من بعد داك الاسبوع اللي كانوا نزلوا فيه الحويجات. هذه اول حاجه شاركتها معكم، وكنشكر مره اخرى البنات اللي مشاو وضعوا الثقه ديالهم فيا ومشاو وخذوه وصيفطوا لي في التعليقات وقالوا لي بان عجبهم بزاف. شكرا لكم بزاف البنات. غادي نشارك معكم ايضا نوريكم الحويجات اللي خديت الاولين من بريمارك. خديت هاد السبرديله هادي لبنتي، راكم عارفين دابا بريمافيرا والصيف كيبغيو البنيسات بحال هكا السبرديله فيهم هاد الزويوقات، هادو كانت عاجباها وخديتها لها من بريمارك. بالنسبه للبنات اللي عندهم وليدات ننصحكم بريمارك، راه فيه حويجات رخاصين. هادي خديتها لها ب 13 اورو. هاد السيمانه ملي كنت مشيت دايرين هادو الكيدمات ديال الوليدات الصغار غير بجوج الاورو، الكولونات البنيتات، يعني داكشي زويون ورخيص. كيف ما شفتوا انا خديت لها هاد الكولون هذا غير بجوج الاورو، كانوا دايرين ليهم 6 يورو يمكن، زوينين. فين ما كنمشي كناخذ لها جوج ثلاثه كتبقى تبدل بهم، وراه ديال القطن زوينين صبن زعما ورد، يعني ماشي صبنيهم وهذا ما كيمشيش ليهم هاد لي موتيف وهذا الشيء. كما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي عندهم الوليدات راه ينفعكم بريمارك في الكسوه ديالهم. هذا كما قلت لكم بجوج اورو. خديت منه هاد الكيس هذا ديال الصابون، هادو ديال الفوطه زوينين دايرين لهم غير 50 سنتيم كما شفتوا معايا البنات، وفيهم بزاف ديال الالوان على حسب نتوما شنو كتبغيو. فيها جوج زوينين هادو الصابون بحال هكا صافي، ومن بعد تصبنيه وتنشريه دغيا ينشف. خديت ايضا من بريمارك هاد الفيطات هادو الصغيورين كيف ما كتشوفوا معايا، دايرين لهم جوج اورو، فيها ثلاثه هادو غير بحال هكا للوجه. نوريكم كيفاش داير الشكل ديالهم، بحال هكا غير للوجه صغيورين كما قلت لكم. هادو دايرين لهم جوج اورو، وراه حتى هما فيهم كاع الالوان اللي بغيتو نتوما. يا هادو هما الحويجات اللي خديت من بريمارك هاد الاسبوع. بالنسبه لايكيا خديت هاد السربيتات هادو ديال الكوزينه زوينين البنات، هادو فين ما كان بحال هكا فين ما كيقربوا هادو يصافي يتقطعوا ولا يصافي يمشيو بجافيل ولا هذا، كناخذ عاوتاني واحد اخرين. كيف ما شفتوا الباكيه فيها اربعه بجوج اورو 50، زوينين البنات راه كبارين بحال هكا، تنشفوا بهم شوفوا تنشفوا بهم الماعن، تقرصوا فيهم الخبز، تغطيو بهم العجينه، بزاف د الحويجات زوين الشكل ديالهم. فيها هكا هذه المخطه، هذه مربعه، هذه هكا، وهذه حتى هي كما قلت لكم هادو بجوج اورو 50 في ايكيا. خديت هذا ديال الضو، هذا الرالونج هذا ديال الضو زوينين هادو ديال ايكيا، كيصبروا البنات دايرين لهم 5 اورو جوج بالحق، راه فيه مترو، فيهم مترو ونص في الطول كيف ما شفتوا، زوينين هادو كينفعوا في الدار. هادو خديتهم بخمسة يورو البنات، هادو كيديروا 4 يورو 99. خديت ايضا كنت المره اللي فاتت في الفيديو السابق المشتريات ايكيا
كنت شاركت معكم هاد المعنات هادو اللي خديت البويض، عاود ملي مشيت زدت منهم. كما قلت لكم هادو راه دايرين غير 50 سنتيم من البياسه، زوينين. خديت هاد المره اللي فاتت ما خدمتش، خديت هاد البصل الكبار كيف ما شفتوا، الطبسيل الكبير، كلشي، الكبير الصغير الموين كلشي دايرين لي 50 سنتيم. انا خديتهم باش ندير لهم بحال هكا، زوينين دابا بحال هكا في رمضان، الشكل ديالهم زويون بحال دابا. هادي الحريره ولا السلطه بحال هكا لكلشي، الشكل ديالهم زوينين. كما قلت لكم البنات هادو راه 50 سنتيم للبياسه. شنو خديت اخر من ايكيا؟ خديت هاد الفانوس هذا كيف ما كتشوفوا معايا، زويون. عندي واحد في اللون الوردي، وخديت هذا في البيض، تحلو بحال هكا، ديري فيه الشميعه هنايا وتشعليها، كيجيو زويونين الشكل ديالهم. بالنسبه للبنات اللي بغاوهم راه فيهم الالوان، فيهم الصفار، البيستاج، الغوز، الكحل، فيهم كاع الالوان. انا عجبني البيض هذا، كيدير 5 اورو البنات، 4.99 يورو، يعني 5 يورو. خديت ايضا هاد الوريدات، كنت خديتهم في المشتريات اللي شاركت معكم المره اللي فاتت. البنات اللي مازال ما شافوهمش غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف باش تمشيو تشوفوا المشتريات اللي خديت المره اللي فاتت. خديت هاد الفاز هذا، هادو صغيورين، هادو دايرين لهم غير 50 سنتيم، هذا باش ندير فيه هاد الوريدات هادو. شفتوا بلاتي نحيد هادشي باش نوريكم الشكل ديالو بحال هكا، زويون الشكل ديالو. هادو هما الحويجات اللي خديت من ايكيا هاد الاسبوع. ما كناخذش بزاف، كل مره فين ما نمشي كناخذ شويه شويه باش ما كيجينيش داكشي قاصح، راكم عارفين. من واحد المحل ديال هكا اللي كيبيعوا هادشي ديال الدار، خديت هاد الخاميات هادو باش نبدل بهم، حيت دابا مع مني كيولي الصيف كتبقى تضرب ليا الشمس بزاف في الصالون، كتبرز شويه مع التلفازه وهذا، فخديت هادو باش غير يدرقوا الشمس شويه في اللون الكري كيف ما كتشوفوا معايا، زوينين. انا ديما كناخذ هادو اللي فيهم الحديده، ساهلين حتى في التركاب دغيا كنخشيهم في العصيه الخاميه. خديت 3 كيف ما شفتوا معايا، دايرين اليوم 7.50 يورو. ديما كناخذ منه الخاميات بحال هكا شويه في الثمن ديالهم هذا، باش ملي كنبغي نبدل كيجيني ساهل. عندي في الصالون عندي السرجم كندير فيه جوج، وعندي باب البالكو كندير فيه واحد. من بعد مني غنركبهم ان شاء الله غنوريكم كيفاش جا الشكل ديالهم. كيف ما شفتوا معايا خديتهم ب7.50 يورو، وراه عراضين فيهم 1.40 متر، وفي الطول فيهم 2.90 متر، غير ما كنقش منهم كنخليهم هكا كنازلين على الشرجم. شنو خديت اخر غنوريكم بالنسبه للبنات اللي حداهم اللي دي ولا امي دي، راه منزلين هاد الاسبوع هذا، منزلين هادو ديال لي مافين ولا ديال الكب كيك، غير هما راه كبارين شويه، منزلينهم زوينين البنات. عرفتوا بشحال؟ بجوج الاورو باش خديتهم لواحد، رخاصين. كاين حتى لي مول دايرين ديال الكيكات الدايره المربعين، كاين المول الطويل. يعني الا مكانش عندكم هذا الشيء ديال الكيك، راه غتمشيو هاد السيمانه لال دي ولا ام دي، غتلقاو فيه هاد الحويجات هادو غير بجوج اورو، زوينين البنات. ها انتما كيف ما كتشوفوا، هادو راه ينفعوكم حتى في رمضان بحال هكا، الا بغيتو ديروا فيهم الكيك المالح، ديروا فيهم بسيطلات هكا مدورين بحال هكا، راه غادي نزل لكم واحد البسيطلات صايبتهم نيت في هاد لي مول. هادو كما قلت لكم البنات راهم بجوج اورو في ام دي ولا ال دي. خديت ايضا هاد من اشونيم، البنات اللي مهتمين وكيبغيو يتقداو الحوايج في اشونيم، راه دايرين كلشي ب 8 يورو، 10 يورو، داكشي اللي كان كيدير 50 الاورو. خديت حتى غير الزوج ديالي هاد البيل هذا كيف ما شفتوا معايا، زويون الشكل ديالو. كنا المره اللي فاتت فاش مشينا لقيناه ب 35 الاورو، وهاد المره اللي مشينا لقيناهم، شوفوا البنات شحال ديال الفرق، ب 10 اورو، يعني فرق كبير. يعني بحال هكا البنات. خديت حتى لولدي ولكن للاسف لبسهم ما بغاش يخليني نصور، خديت ليه شي هكا مالييتات، شي كيطمات وشي فالبات بحال هكا اللي مازال يتلبسوا دابا حيت باقي كيتحرك شويه البرد في الصباح وفي العشيه. هادو هما الحويجات البنات اللي خديت هاد الاسبوع،
كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. حويجات بساطين كنبغي نشاركهم معكم باش حتى نتوما يعني تعرفوا فين كاينه هاد الحاجه ولا الاثمنه ديال شي حويجات. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش البنات بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. كما ديما في كل اخر فيديو كنقول لكم خليت لكم لهنا وراحت البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.